كيس البلد مع سعاد قاروت العشي. بحديث البلد دائما مشرقه، دائما طلتك حلوه ودائما حلوه. شكرا وانت احلى. تسلمي. سعاد قاروت العشي، انت اعلاميه لبنانيه من حوالي 40 سنه، تحولتي خلالها لرمز تلفزيوني بيختزن الزمن الجميل والفترات الصعبه اللي عرفها لبنان، وانت ضيفتنا الليله لنحكي عن برنامج الجمهوريه 2014 اللي عم بتقدميه مع الوزير السابق كريم بقردوني مساء كل جمعه على محطه الميادين، وبتستضيفوا في مرشحين وناخبين بارزين لرئيس الجمهورية المقبل للحديث عن هالاستحقاق المهم اللي كلنا ناطرينه وعن ظروفه. دكتور عمال تتابع البرنامج اليوم وعم تتابع المرشحين؟ تابع المرشحين بس بصراحة بس ما بتابع الميادين. الميادين شوي بالمقلب، بالمقلب الثاني المقلب الاخر. بس اكيد مع سعاد العشي رح تكون المهنيه هي أكيد. يعني الاولويه يعني اكيد. سعاد قاروت العشي اليوم عم بتخوضي تجربه التقديم المشترك لاول مره بعد نجاحك كاعلاميه، وتحديدا مع الوزير السابق كريم بقردوني من حيي نحن من حديث البلد اللي هو صاحب فكره البرنامج. صحيح. اليوم بتعتقدي كان الوضع بيكون هالقد سلس بيناتكم مثل ما عم نشوفه لو كانت الشريكة أنثى بالتقديم؟ شك بس شك. أنا قلت لها رح تجاوب بصراحة عليك. أنا ما يعني ما بحب كون مثالية مزيفة. نعم. يعني لازم نحكي الحقيقة. صح. الصراع بين المرأة والمرأة أشرس من الصراع بين رجل وامرأة. بكون لا عقلاني أوقات. وخصوصاً في هيدي المهنة. نعم. المهنة اللي فيها كمية كبيرة من الشهرة والنشوة والاعتزاز والإثارة. هيدي عند غيري. ايه. بس الإثارة موجودة. بالمعنى الإثارة الفرح يعني. ايه. ما بس موجودة. لأنه موجودة طبعا لأنه أكيد. ميشيل كتير نيته صافية يعني ما بيكون ايه. أبدا أنا بشك كمان. أنا بشك، إذا مش عالي كمان أنا بشك. أي. أنا كنت تركي هذا السؤال لبعدين، عانيت كثير من الاستشراس والغيرة النسائية؟ عانيت من الاثنين، عانيت من المرأة وعانيت من الرجل. مين أكثر؟ بس أنا عرفت كيف استوعب. أنا بستوعب الكره، بستوعب المحبة، بستوعب كل شيء بيمرق حوالي بقويني ما بضعف. سعاد العشي، الجمهورية 2014 استضاف لهلا الرؤساء أمين جميل، أمين لحود، ميشيل عون، نجيب مئاتي وكتار غيرهم، على أمل أنه ينتهي بآخر أيار. نعم. بحلقة تستضيف فخامة الرئيس المقبل. قديش في احتمال تمدده للبرنامج؟ ولا 1%. ولا واحد يعني ولا إذا واحد ما صار الاستحقاق الرئاسي. أنت ما بينتخب الرئيس. نعم. نعمل حلقة نختم فيها البرنامج. متى ما انتخب الرئيس. نعم. يعني بتوقفوا على المهلة المعينة وبس يرجع ينتخب رئيس ترجع بتعملوا الحلقة. هاي المهلة الدستورية بتنتهي ب 25 أيار. نعم. مفترض أنه ينتخب الرئيس إذا أخذ كل هالمهلة ب 25 أيار، يعني الرئيس أمين جميل أخذ المهلة لآخر. صح. صح. دقايق. صح. فممكن تروح لآخر المهلة الدستورية. نعم. نحن بدنا ننتظر انتخاب الرئيس، إذا انتهت المهلة الدستورية ولم وفتنا يتم. بالفراغ أو لم ينتخب رئيس أو نحن كمان بنختم البرنامج. هي مفترض هيك. سعاد العشي، اليوم تلفزيون لبنان اللي أمضيتي معظم حياتك المهنية فيه عم بعيش نهضة جديدة بعد تعيين الأستاذ طلال المقدسي رئيس لمجلس إدارته. متابع دكتور شاب عم بتهز براسك، قديش متفائلة بهالنهضة الموعودة؟ شوفي كمان بدي أقول لك، أنا رح أحكيكي بصراحة. نعم. أنا قضيت بتلفزيون لبنان من 73 لل 2000، يعني تعلمت ألف باء الإعلام. 27 سنة. ألف باء الإعلام تعلمتها من تلفزيون لبنان، هو كان المنبر
اللي أطلقني، اللي منه تعرفت على الجمهور وتعرفت على الإعلام وتعرفت على عالم السياسي وعالم الفن وعالم الاجتماع والأدب. تلفزيون لبنان كان المحطة الرائدة، واللي كل اللي طلعوا استفادوا من خبرات أبنائه. صح. كل التلفزيون. صح. اللي صعدت بالعالم العربي، بالعالم العربي وبلبنان. نعم. استفادت من خبرات خريجي تلفزيون، خريجي لبنان. تلفزيون لبنان، وهي الحقيقة. نعم. بس أنا بأواخر أيام تلفزيون لبنان كان عم يسقط سقوط مدوي، بس للأسف بدون ما حدا يرف له جفن. تلفزيون لبنان هو ابن الدولة، والدولة اللي ما عندها إعلام ما عندها شيء. ولا مرة الدولة شعرت إنه هيدا التلفزيون ابنها ويجب أن تحضنه ويجب أن ترفع من شأنه، تقويه. اليوم لأنه كل المسؤولين بهالدولة عندهم تلفزيونات. وقت كنت لسه بتلفزيون لبنان، كل سنة نسمع إنه تلفزيون لبنان هلأ في ورشة بده ينهض. نعم. في ورشة بده ينهض، وكل سنة تمرق ويتراجع، وكل سنة يمرق ويتراجع. للأسف أنا ما عاد عندي ثقة إنه نعم. ممكن تلفزيون لبنان توقفوا الدولة على إجري، لتوقف الدولة قبل على إجري. صح، لأنه انعكاس لهالدولة بالنهاية. صح. يعني مثل مؤسسة من صحيح. كل مؤسسات يعني الدولة. يعني تلفزيون لبنان وجهه كوجه الدولة. صح صح، هو وجه الدولة. هو وجه الدولة. سعاد العشي، شو رأيك ننتقل هلأ نحن وياك لفقرة أقرب الناس، وشوف مين معقول ينضم لك؟ جايبين لي حدا من أقرب الناس؟ في حدا بدي أقول ينضم لك، بس ما قلتوا لي إنه في عندي هالفقرة. طب ما هيدا السوربريز فيها، يلا هيدا الحلو فيها. أوكي. وهلا أقرب الناس مع تمارا العشي. أهلا فيك بحديث البلد. الوالدة قضت، شو مبسوطة فيك، عيونها عم يضحكوا. الوالدة قضت يمكن أكثر ما قضت برات التلفزيون، قضت أيام بال الكاميرا. اليوم أنت شو شعورك؟ بتحسي أنك من خلالها تعودتي على هالجو، ولا لا عندك رهبة الكاميرا؟ لا، بفتكر بضل عندي رهبة الاستوديو، لأني ما أخذت هالمجال بحياتي. كان أكتر مجال علمي، عملت هندسة، درست الهندسة برا، فبهيدا الشيء أنا وماما يمكن منختلف. شو رأيك بالسوربريز الحلوة الليلة؟ تمارا بتاخد العقل. أنا عم بقول شفتها عم بتحضر حالها، وقالت لي إنه طالعة مع أصحابها، مع إنه هي يعني بأرض الأسبوع. أصحابها قصدا ميشيل، هي وميشيل كتير أصدقاء. حكيتني قالت لي بدنا نظهر على حديث البلد. قلت لك ميشو. ميشو تلمان تعرفيني ولو على التيفي. لا، هي قالت لك بدنا نظهر، قلت لها ما في اليوم عندي شغل، بتجي مع حديث البلد. قالت لك اوكي، اجت معها. اهلا وسهلا تمارا العشي. اهلا وسهلا فيك. انت بنتها الصغيره لسعاد العشي، عمرك 27 سنه، وحاصله على ليسانس بالكمبيوتر انجينيرينج وماسترز بالانجينيرينج مانجمنت من امريكا. صار لك سنه رجعتي على لبنان، وحاليا عم تشتغلي باحد المصارف. تمارا، اليوم انت وشيئك مازن تغربتوا ورجعتوا على لبنان بالوقت اللي محمد الوسطاني صار له 13 سنة بأمريكا. انت ومازن شو اللي رجعكم؟ هلأ انا رحت بسبب انه ادرس هونيك، ما كان في سبب الهجرة او الغربة، ما في نية. ما لا، كنت حب لبنان كتير، وكنت حب انه عيش بوطني. وبتعرفي بعد ما تدرسي هونيك بتجي اغراءات كتير من برا لانك تشتغلي، بس تفاؤل ماما ببلدنا واشتياقي لها اكيد خلينا ارجع على لبنان. الله يخليكم لبعض، ان شاء الله ما بتفترقوا، ان شاء الله كمان محمد يعني بيلاقيكم. يا ريت. بس خليهم يظبطوا لنا البلد والجمهوريه حتى يرجعوا. بس هيدي اللي يا ريت، شهرين ان شاء الله، هيدي بدها يا ريت اكثر من هيديك. صحيح.
وافضل جنبك على طول، وافضل جنبك يا ميشيل. جنبك بس مش جنبك، جنبك عجمي ايضا. تمارا، لنعرف قديش انت وسعاد العشي راب من بعض، بدي اطرح عليكم سلسله اسئله سريعه. راح تدخل كيتي وتجيب معها اردواس، وبدي منكم تجاوبوا خلال 4 ثواني على نفس السؤال، اثنين منكم، وتبرمون على الكاميرا كل واحد كاميرته قباله حتى نشوف قديش هالاسئله راب من بعض. حلو. جايبة المحية على لون ثيابك اليوم، على لون الفستان. إذا بدك فيك تحط المحية هون أخذها التورشون، لأنه كل مرة بحبوا أنا المحاتي الممحاتي. محاتي ما كانوا يخلوا يمحي بالصف. جاهزين؟ فينا نبلش الأسئلة؟ أوكي. شو أكثر أغنية بترددها سعاد العشي؟ بلشت تكتب تمارا. سعاد وتمارا سوا بدنا نقلب الاردواز تجاه الكاميرا. كل اغنية حلوة. راح منك يا عين. مظبوط. حفظتك يعني انت، ما اجى عبالك شيء. ما اجى عبالي ايه، بس مظبوط عم اللي كتبته تمارا. بس نحن عرفنا انه مش بس بتردد الاغنية، انه صوتك مثل ما هو حلو بالالقاء، حلو بالاغاني كمان. لا بشك. خلينا نشوف. انا بشك. خلينا نشوف. لا 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 بيهربوا كله بيطلعوا لبرا. انا هلا بشك. بشك. عن جد بدنا نسمعها منك احسن ما نسمعها من ميشيل. لا لا دخيلك لا. نروح منك يا بغني ها. برافو. عم بشجعك، مستعده تشجعك بس ما تغنيها. خلينا على ست شادية، ما هيك؟ راح منك يا حي، حيروح من قلبي كتير. راح منك يا عيني، حيروح من قلبي كتير. القلب يحبك مرة ما يحبش مرة. القلب بحب مرة ما بحب مرتين من زمان. ايه الشاب. صحيح مظبوط. يعني ما بتتكرر هيدي التجربة. لا. سعاد العشي. لا هي بتتكرر بس بغير صورة وبغير طعم وبغير لون، بس بيبقى في حب واحد غير عن كل. بس الحب الأول محفور ومطبوع وهيك وله نكهة خاصة. يعني أنت مع يعني مبدأ ما الحب إلا للحبيب الأول. الحبيب الأول. للحبيب الأول. شو بتقولي؟ بحب مرة أكثر من مرة تمارا؟ للأسف ما عندي تجربة حب. طيب للمهتمين الليلة، تمارا بعدها ما انغرمت، فللمهتمين وخلصت وجاي لمن يهمه الأمر وتحت الهواء منقلكم بأي مصرف عم تشتغل. طيب السؤال الثاني، تربية سعاد العشي للأولاد أقرب للتربية الغربية أو الشرقية؟ يلا كتبتوا اثنيناتكم سوا، بعتقد نفس الجواب وفينا نحطه على الكاميرا. الشرقية. شو أول شرط بتفرضه سعاد على عريس تمارا؟ كون دكتور. هون أسرع منك، هيدا السؤال الوحيد اللي الوالدة أسرع منك. آدم. آدم مش رح تلاقيه. بدك الطنشة. بقول لها بدك الطنشة، بتقول له آدم بقول لها بدك الطنشة. آدم والله. آدم عم بتقول تمارا عدم السفر ما بدأ ياخذك لبرا، بعتقد الاثنين يعني بدك الاثنين لأنه دقت اللوعة لما سافرت ودرست 6 سنين عاشت بأمريكا، يعني كان محروق قلبي يعني خلص راحت أخذت اللي بدها إياه ورجعت تمارا هلا، والعريس لكان شرط هلا عليه إنه بده يكون عايش بلبنان. أوكي، ولا ما يتعذب ولا يروح على المصرف وما يصرف على الطريق كزدرة ولا بنزين. مين بحب الشوبينج أكثر، تمارا أو سعاد؟ بخط عريض كمان. آه.
سعاد مع سمايلي. تمارا وسعاد عم تقول اكثر. تمارا بتروح عملتكل جزدان بس. بقول لك شو، تمارا بتحب الشوبينج بس ما لها جلادي، بتتكل علي بس هي بتحب بتحب اللبس، بتحب اللبس، بتحب كل شيء، بس عندها بس هي توثق بذوقي، بتحب هي تجيب ما لها جلد. شو اسم الدلع اللي بتطلقه سعاد على تمارا؟ تمورة. مين بيروح عند الكوافير أكثر؟ تخيل يعني سعاد كمان بحكم ال أكيد بحكم أكيد. الشغل تمارا أساسا ما بيعني لها هذا الموضوع. ما عندها وقت. يا ترى في إعلاميات جديد بيستفزوا سعاد العشي؟ شو عم تكتب؟ ابداً بيستفزوها يعني مش من ناحية الغيرة المهنية، انه بيستفزوها بأدائهم، يعني ما بيعجبها أدائهم او بتنتقدهم او خلينا نشوف الجواب. اكيد في ابداً تمارا بعتقد اخذتيها انه بيستفزوها يعني لها شخصياً، انه شخصياً ما بحس في حدا بيستفزك بس على الصعيد المهني. على الصعيد المهني شو بيستفزك بالاعلاميات او ببعض الاعلاميات؟ يعني احترام المشاهد. احترام المشاهد من اللي أي بدها ناحية. اللي بدها تطلع على الشاشه بدها تحترم يلي عم بشوفها، بدها تحترمهم بمكياجها، بدها تحترمهم بتسريحتها، بدها تحترمهم بلبسها، بدها تحترمهم بالمنطق تبعها، بدها تحترمهم بلغتها بثقافتها. الله يخليكم لبعض. الله يخليكم. على امل انه محمد ينضم لكم يا ريت. عن قريب يا رب، وضلكم عائله مجموعه ورح نستقبلكم معنا.